السلام عليكم أعزائي المشاهدين، اليوم جيتكم بوصفة جديدة. الوصفة تاع اليوم هي وصفة حلوة. الوصفة هي غاتو دو فلان ولا كيكة الفلان، كيكة بالفلان. ألوغ لتحضير هاد الكيكة الباردة، يعني تناولوها باردة، نسحقوا المقادير اللي راكم تشوفوا فيهم لهنايا. أولا وقبل كل شيء نسحقوا تلت علب تاع الفلان، تلت أدواق مختلفة. كما هنا خيرت ذوق كما راكم تشوفوا هنايا، ذوق الشوكولا شوكولاتة، هنا الفراولة، وهنا ذوق الكراميل. يعني تخيروا تلت أدواق مختلفة. بيان سور هنايا باش نخلطوا الحليب الفلان ديالنا لازم لنا لكل باكي نص ريتلا. هنا راني درت هنا ريتلا ونص تاع الحليب. نسحقوا هذا الكاطو نوعية كاسكروت كما راكم تشوفوا، هذا كاسكروت. هنا راني نخيرت نوعيه بي، ممكن انواع مختلفه. نسحقوا ايضا لكل نص ريتلا تاع الفلان نسحقوا 3 ملاعق سكر و 3 ملاعق مايزينا كما راكم تشوفوا لهنايا. لا مايزينا 3 ملاعق لكل علبه فلان. اذا هادو هما اعزائي المشاهدين، نجوزوا لطريقه التحضير. ايضا باش نديروا الكيكه تاعنا لازم لنا امول كيما هذا دو بريفيرونس، يكون هكذا بالطول، ولا كاسرول بيان سور لو فوي باش نخلطوا. اذا نجوزوا مباشره لطريقه التحضير. اولا شحال ناخذ ذوق الشوكولا، ذوق الشوكولا، ونديروا نخلطوه ونكرروا العمليه نفس الشيء مع ذوق الفراوله ولا ذوق الكراميل. اذا نبداو طريقه التحضير. الوغ كيما راكم تشوفوا لهنايا نبداو بون ناخذ ذوق الشوكولا كيما راكم تشوفوا. مباشره نسكب الخليط المحتوى تاع هذا تاع علبه، هنا خيرت نوعيه نواره كيما راكم تشوفوا. هاوليك نحط المحتوى تاع ذوق الشوكولا داخل في لاكاسرول ديالي، ونقيس هنايا نص ريتلا حليب بيان سور. هاوليك كيما راكم تشوفوا هنا نخلطوها مع نص ريتلا حليب كما راكم تشوفوا. هذا نص ريتلا حليب نرخها لهنايا، نزيد لها نضيف 3 ملاعق تاع لا مايزينا، 3 ملاعق تاع الاكل كما راكم تشوفوا. هايليك الملعقه الاولى، الملعقه الثانيه، والملعقه الثالثه. نزيدوا ايضا 3 ملاعق تاع السكر كريستاليزي بيان سور كما راكم تشوفوا. الملعقه الاولى، الملعقه الثانيه، والملعقه الثالثه كما راكم تشوفوا لهنايا. الان ناخذ الفوي ديالي نخلط هكا في البارد، بارتي بارد كما راكم تشوفوا، حتى يتخلط الميلونج تاعي مليح هكذا بهذه الطريقه. وما نديروش فوق النار حتى نشوف هذوك الحبيبات كامل تحلوا لي كما راكم تشوفوا لهنايا. نخلطهم مليح بهذا الشكل. بون الان بعد ما تخلط لي نديرو فوق النار على نار هادئه. بون كيما راكم تشوفوا لهنا على نار هادئه، نحط لاكاسرول ديالي تاع الخليط ونقعد نخلط بهذا الشكل كيما راكم تشوفوا، حتى يبدا الخليط تاعي يتختر يعقد. نطفي عليه ونشوفوا واش نديرو. بون كيما راكم تشوفوا لهنا هاوليك الخليط تاعنا هنا بعد ما ولا بدا يعقد بهذا الشكل. الان نوصلوا لهذه المرحله خلاص. بون بعد ما نشيل الفقاعات، هاوليك الفقاعات اللي راهم يتشكلوا لي هاملك. أنا بمجرد ما نشوف هاد الفقاعات نحبس ونروح مباشرة نسكبو في الصحن ديالي. بون كيما راكم تشوفوا هاليك لهنا الخليط تاعي، الآن مباشرة نفرغو في القالب ديالي كيما راكم تشوفوا بهذا الشكل. نحط كامل المحتوى تاع الفلون ديالي هاوليك بهالطريقه. الان واش ناخذ الكاطو ديالي هذا كاسكروت، ونبدا نوزع
بزاف الاناء تاعي هكذا بهذه الطريقه هكذا نحاول ندخل شويه هكذا شغل نغطسو لداخل باش ما يقعدش طالع للفوق هكذا نحاول ندخلو شويه مادام سخون هكذايا بهذه الطريقه نزيد لهنايا هكذا بهذا الشكل ندخلو شويه ليجيرمون كيما راكم تشوفوا لهنايا نسحق اونفيرون هنايا حبه نقسمها على ثلاثة باش نكمل هذاك الفراغ كيما راكم تشوفوا هكذا ندير النص الاول هنايا النص الثاني هاولي هنا حبه قسمتها على كيما راكم تشوفوا قسمتها على ثلاثة يعني كما راكم تشوفوا وصفه اقتصاديه هنايا ما سحقتش اكثر من 4 حبات واحدة زوج ثلاثه وهذه اللي قسمتها على ثلاثه تسمى 4 حبات الوغ انا هنا واش حندير ندخلها للثلاجه تبرد لي شويه اون اتوندون نزيد ندير لا ميم شوز مع ذوق الفراوله ونعاود نولي الان بعد ما درت ذوق الشوكولا كما راكم تشوفوا الان جوز مباشره نعاود ندير نفس الشيء بذوق الفراوله إذا نجوزو نشوفو بسرعة طريقة القيام بالطبقة الثانية بذوق الفراولة ألوغ كيما راكم تشوفو لهنايا ناخد لاكاسرول تاعي ونكرر نفس العملية كيما درت مع الطبقة الأولى مع ذوق الشوكولا الآن ذوق الفراولة ناخد كيس تاع ذوق الفراولة كيما راكم تشوفو هاولي مباشره نحل الكاسرول بون هنا نعاودكم بحال نكرر معكم العمليه مع ذوق الفراوله لكن مع ذوق الكراميل سي لا ميم شوز بلا ما نعاود هنا نبرت نكرر لا دوزيام فوا اذا هنا ناخذ الحليب ديالي نقيس نص ريتلا كما راكم تشوفوا هانيك نص ريتلا حليب كما راكم تشوفوا مباشرة نديرها فوق الخليط ديالي الان واش نزيد ناخذ 3 ملاعق تاع لا مايزينا كما راكم تشوفوا الملعقه الاولى الملعقه الثانيه والملعقه الثالثة نزيد ناخد 3 ملاعق تاع السكر كما راكم تشوفوا لهنا هاي ليك الملعقة الأولى الملعقة الثانية والثالثة هاي ليك وهنا راني كررت نفس الشيء نعاود ناخد الفوي تاعي نخلط مليح بون حتى يتحل لي كاع الخليط تاعي ونعاود نديرها فوق فوق النار على نار هادئة نعاودو نشوفو طبقة هلا كيما راكم تشوفو هنا اللي درت الخليط تاعي على نار هادئة كيما درت في العملية الأولى الطبقة الأولى مع الشوكولا إذا نخلطو بيان نخليه يتختر خلاص يتختر لي ونشوفو واش نديرو بون كيما راكم تشوفوا هاوليك لهنا ذوق الفراوله بعد ما تختر لي هاوليك تختر بمجرد هاد ونشوف هاد الفقاعات نحبس لهنايا الان نخرج هذاك لو مول تاعي اللي درته في بالشوكولا اللي راه في الفريجيدير يبرد ونعاود نولو الوغ كيما راكم تشوفوا هاوليك لو مول تاعي اللي بعد ما خرجته من الثلاجه هاوليك ديجا هنا راهو جمد لي اذا ناخذ لاكاسرول تاعي هكذا مباشره ونسكب الخليط من الفوق هكذا حتى يغطى ليا الخليط تاعي من الفوق هكذا نفرغه كامل بهذا الشكل بالطريقة الان بون ندير هذه الحركة باش يجيني كامل متساوي من الفوق الان ناخذ الكاطو ديالي كيما درت في المرحلة الأولى هكذا هاي ليك الحبة الأولى نحاول نقطفها شوية لداخل الحبة الثانية هاي ليك بهذه الطريقة والحبة الثالثة هنا راني الحبة قسمتها على ثلاثة كيما درت في المرحلة الأولى هاي ليك الأولى الأول
مغسول دوزيام كما راكم تشوفوا، والمغسول ثالثيام تاعي كيف كيف. هنايا بدو لي اربع حبات، واحد زوج ثلاثه، وهذه حبه قسمتها على ثلاثه ثم رابعه. الو اعزائي المشاهدين، انا هنا راح ندير لا ميم شوز، نخليها تبرد في الثلاجه ونعاود ندير نفس الشيء مع ذوق الكراميل. بون هذه نديها للثلاجه تبرد لي ونعاود نولي. بون كيما راكم تشوفوا اعزائي المشاهدين، راح نعاود ندير معكم مع ذوق الكراميل. معليش بون راح نعاود نقيس نص ريت الحليب كيما راكم تشوفوا. بون انا كنت ماشي حنعاود المرحله، معليش باش تكون مراحل دقيقة يعني هكا خير، يعني نزيد نخسر دقيقة ما فيها والو. هاي ليك نصريت الحليب، نزيد ذوق الكراميل. تقدروا ديروا كيما ذوق الكراميل، ولا ما لقيتوش ذوق الكراميل تقدروا ديروا ذوق الفانيلا ولا كيما تحبوا اللي متوفر عندكم. انسك بالخليط كيما راكم تشوفوا. هاوليك هاوليك واش نضيف له كيف كيف، ثلث ملاعق سكر كما راكم تشوفوا لهنايا. هاي ليك الملعقه الاولى، ثانيه وثالثه. نزيد نضيف ثلث ملاعق تاع المايزينا. هاي ليك الملعقه الاولى، ملعقه ثانيه، والملعقة ثالثة كما راكم تشوفوا لهنايا. بون نفس المراحل اللي درتهم، انا نخلط مليح هذايا في بارد، هاكا بارد في بارد، ونديرو على نار هادئة. بون هنا نخلط قلت حتى يدوب لي المحتوى، نديرو على نار هادئة ونعاود نولي. بون كيما راكم تشوفوا لهنا، راني درت الحليب تاعي بالفلون ديالي على نار هادئة كيما درت. بون نخليه حتى يتخثر ونعاود نولي لكم، نقعد نواصل التحريك حتى يتخثر ونعاود نشوفوا المرحله الاخيره. بون الو كيما راكم تشوفوا هنايا، هاو ليك الفلون تاعي هنا راه بدا يطلق هذوك الفقاعات. ها مليك كيما راكم تشوفوا. الان بهذه المرحله نحبس عمليه الخلط تاعي. ها مليك الفقاعات نحبس عمليه، يعني هنا الفلون تاعي باش ينجح لي لازم حتى نشوف هذوك الفقاعات يخرجوا هنا باش نحبس العمليه تاعي. الان نروح نشوفوا المرحله الاخيره. بون كيما راكم تشوفوا، هاوليك لهنا الفلون تاعنا تاع الكراميل، وهايليك لهنايا الكاطو ديالنا. هاوليك كان فريجيدار في الثلاجه، الان مباشره نسكب الخليط هكذا فوق الكعكه من فوق هكذا. عندكم كامل كامل المحتوى. الان كما راكم تشوفوا اعزائي المشاهدين، انا هنايا في هذه المرحله ماشي حنزيد الكاطو، هنايا الكاطو تاعي ماشي حنزيد الكاطو هذايا الكاسكروت، ماشي حنزيد ندير طبقه. الان واش حندير، نخلي الفلون تاعي لهنايا يروح في الثلاجه يبرد لي مليح اونفيون على الاقل زوج سوايع ثلاثه حتى يبرد مليح، ومن بعد نشوفوه جاهز. وبعد حب ينسوا الكعكه تاعنا حنقلبوها، معناتها هذا ذوق الكراميل هو اللي حيولي من تحت والعكس. نحو نديروها في الثلاجه تبرد لي ونعاود نولو. هنا ماشي حنديروا الكاطو فيما بعد. الوغ كيما راكم تشوفوا اعزائي المشاهدين، هاوليك الفلون تاعنا هنايا بعد ما درتو يبرد لمده تزيد عن 3 سوايع، الان مباشره قدمت لنا حنقلبو في الصحن ديالي. انا واش حندير، ناخذ الصحن تاعي بهذا الشكل نقلبو للاسفل هنا وندور بهذه الطريقه. قلبته للاسفل، الان نحاول نلفد الصحن تاعي بالعقل باش يحبط الفلون تاعي للاسفل هكذا، ندير هاد الخطوشه من فوق هكذا ونرفد بهذا الشكل. الوغ كيما راكم تشوفوا اعزائي المشاهدين، هاو ليك لو كاطو تاعنا هنايا بعد ما قلبته، هاي اللي نحاول نوريكم جميع الجوانب الشكل ديالو. هاو ليك هنايا قمت بالتزيين، زدت له دي زامون دي فيلي كيما راكم تشوفوا لهنايا. هاي ليك هذا هو الشكل النهائي اعزائي المشاهدين كيما راكم تشوفوا الطبقات ديالو. بالنسبه لهذا اللي زدتو الاضافه، هذا لي زامون دي فيلي يعني اختياري، كل واحد يبقى على حسب ذوق كل شخص. كل وقت تقدروا ديروا ما من فوق
كغامان ولا كيما تحبوا. هنا انا زدت من فوق هذا الرشه تاع لي زامون ديفيلي. الان اعزائي المشاهدين هذا هو الشكل تاعنا تاع الكاتو ديالنا. انا نقسم لكم مورسو وتشوفوا الشكل تاعو من الداخل كيفاش يجي. الو كيما راكم تشوفوا لنا نحن قطع قطع قدامكم هاي ليك، تشوفوا الشكل من الداخل كيفاش تجي هاي ليك. اذا هاوليك اعزائي المشاهدين هنا كيفاش تجي من الداخل، هاوليك الشكل تاعها من الداخل كما راكم تلاحظوا. هاوليك طبقات تاعنا من الداخل كيفاش يجو هكذا. اذا اعزائي المشاهدين انا كيما ندير قطع في الكبسي ديالي نتلاقاو فيما بعد. الو اعزائي المشاهدين هاوليك لو كاطو تاعنا هنايا بعد ما قسمتوه، هاوليك الشكل تاعو من الداخل كيفاش يجي. هاوليك نحاول نقرب لكم الصورة. ايضا هاي لك من القطعة تاع الكاطو اللي قطعتها، هاوليك الشكل من الداخل كيفاش تجي. هنايا عاملك طبقات ما من الكاطو هذاك اللي درناه من الداخل، يولي طري شغل يدوب يتجانس مع الفلون. اذا اعزائي المشاهدين هذا هو الفلون تاعنا لهنايا اللي درناه كاطو بالفلون، كاطو بالفلون. اذا عجبتكم الطريقه معكم غير تبعوا المقادير. واذا كنتوا اول مره تدخلوا القناه ما تنساوش ديروا ابوني باش يوصلكم الجديد. اذا عجبتكم الوصفه وكم حبيت تذوقوا الذوق اللذيذ جدا معكم غير تبعوا المقادير وجربوها. واذا عجبتكم جربتوها وعجبتكم ديروا جيم ولا كومونتير. هكذا اعزائي المشاهدين مع هذه الصور نخليكم ومقعدي غير نقول لكم تلاقوا في اعداد مقبله افيك دوت غوسيت ان شاء الله. ان شاء الله دي غوسيت سالي سكري ان شاء الله، ونتلاقوا في اعداد مقبله ان شاء الله. الى اللقاء.